تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الخوت والخواتات من متابعينا في القناة. نتبعوا الدروس ديالنا ديال لابيست ديال الأطفال. هنا من البداية بدينا على هاد الباترون هذا ديال هاد لابيست ديال 3 سنوات. دابا غادي نديرو الباترون ديال كروازي لهاد الكبيري. هذا الظهر كيبقى هو والتيكوطي كتبقى هي. غادي نخدمو الضوبة بحال هادي ولكن هي كروازي. ناخذ هذا الباترون هذا غادي نطراسيو الشيء اللي هنا غنطراسيو هنا، ولكن عندنا الخلاف كاين هنا هذا حيت كول اوفيسي داكشي باش دخلنا هبطنا هنا قورنا العنق، ولكن الطريقه ديال الروبير ماشي هكا مخالفة غير هنا. دابا حنا غنطراسيو هذا ونخدمو هنا ان شاء الله. واخا غادي نطراسي هاد الخطوط هادو واخا مغاديش نوريهم لكم. درنا هاد الخطوط هادو، راه هضرنا عليهم. هذا خط الصدر، هذا خط الوسط، هذا خط العنش، هذا الطول، هذا الرولاج. دابا غادي نخرجو هاد القدام الضوبة. لا كارور ديال الدار درنا فيه 12.5، يعني غادي نديرو الخط الوسط هو هذا، غادي نديرو فيه 12.5، غادي نهبطو بها لتحت نيشان. هنا في خط الصدر كنقصو بالنسبة لواحد كبير كنقصو سنتيم، هذا صغير غنقصلو غير نص سنتيم، يعني درت هنا 12.5 غندير 12، وغادي نسطرها من هنا للفوق. حتى لهنا، هنا راه جات داخلة لأن هنا الصدر، هنا في حردة العنق، هنا في الظهر كنطلعو هنا 2 سنتيم، هنا الضبة ما كنطلعوش. حردة العنق نصف دورة الصدر مقسوم على 6، عطانا هنا 5، ونزيدو نضيفو 2 سنتيم. هنا ميل الكتف هو نصف دورة الصدر مقسوم على 8، عطانا 3.75. كنهبطو لهنا ونمدد هذا الخط باش ناخدو فيه القياس ديال الكتف.
القياس ديال الكثيف عندنا هاد هنا، هاد القياس هذا من هاد النقطة لهاد النقطة الداخل ماشي سنتيم الخياطة، حيت حتى هذا يتزاد ليه سنتيم الخياطة من بعد. هنا تسعود ونصف، تسعود ونصف من هاد الخط، من هاد النقطة هادي على برا، يعني خمسة سنتيم زائد جوج، عاد ناخدو الكتف من هنا تسعود تسعة ونصف. هنا كندخل واحد جوج دالميليم هكا، وهنا خرجنا هذا، خرجنا جوج سنتيم ونص. هنا غنديرو غير جوج سنتيم، وحتى اللي دار هنا جوج سنتيم، داك نص سنتيم اللي نقصنا يزيدو هنا في التيكوطي، او خرجتي بثلاثة صافي، راه داكشي اللي بقى ليك في التيكوطي. يعني فاش تخرج هنا بجوج راه كتحسب الصدر وداكشي اللي في الدار، واللي بقى كتحطو هنا في التيكوطي. هنا قد جيب كنخرج بسنتيم، وهنا خرجنا بسنتيم في خط لونج. هنا هاد النقطة هادي ديال خط الهونج لهاد البلاصة هادي، هاد الدخلة هادي لداخل ماشي هنا. وهنا نمشي نيشان، وهنا على برا، من برا من هنا لهنا بمسطرة مائلة، يعني فيها شوية ديال الدوران. نلاقيو دابا هاد النقطة مع هاد النقطة مع هاد النقطة، هاديك التسعود. هاد النقطة هادي مع هادي وهادو، لافيس هنا قلنا كروازي. فين كاين الخلاف؟ فين كاين الخلاف ما بينها وبين هادي؟ العنق، وهو هاد جوج سنتيم. هانتوما غنحطو الكباري على الباترون على لاطراس، ها هو هنا، هو هذاك هنا، راه مزيان. ولكن هنا، هنا الضوبة هنا هاربة، هربا بهاد جوج سنتيم هادي. علاش؟ احنا غادي نهضرو نكملو ونقولو علاش. كروازي الا كان، الا كانت بوطونة وحدة او جوج بوطونات كنخرجو جوج سنتيم، ومن بعد كنزيدو سنتيم بالخياطة. والا كان كروازي بالنسبة لواحد الكبير كنخرجو سبعة تمنية تال تسعود بالنسبة لواحد الكبير. هذا صغير غادي نخرج له خمسة سنتيم، وغادي نزيد سنتيم د الخياطة من طبيعة الحال. كنجي لهنا هاد الخط في الوسط، كندير خمسة سنتيم وكنديرها لتحت، وكنديرها هنا، وكنديرها هنا، وكنلاقي هادي مع هادي ونطلع الفوق، وهادي مع هادي ونهبط لتحت. هنا هادي، هادي راه داخله
داخلة على هذه بنص سنتيم، هنا الفوق واخا ما نطرسيهاش حتى الفوق ماشي مشكل. اللي مهم عندنا هو هنا راح نقطنا الدورة ديال دورة العنق، هنا غادي نهبطو واحد سنتيم ونص هنا وغادي نديرو زير، هنا غادي تكون صدفة، ومن هاد الخط هذا نلاقيوه مع هذا الأول، النقطة الأولى ديال الخمسة سنتيم. وكنجر المسطرة ديالي على هاد جوج سنتيم باش تهبط نيشان، ونهبط بيها واحد ربعة سنتيم ولا خمسة حتى نعبر. هادي راه كروازي، يعني دابا هنايا خمسة سنتيم، وفاش تكروازا غادي تكروازا لينا هنا خمسة سنتيم أخرى، خمسة سنتيم أخرى، يعني غادي تجينا هنا صدفة، غادي تجينا صدفة طالعة، ندير ليه جوج صدايف ستة سنتيم، جينا هنا صدفة، جينا هنا صدفة، هنا كنديرو نصف دورة الصدر مقسومة على ثمانية، عطانا هنا ثلاثة وخمسة وسبعين، ثلاثة وخمسة وسبعين زائد سنتيم، وهنا دورة الصدر مقسومة على ستة عطاتنا خمسة زائد سنتيم ولا نص باش يجي مائل شوية، كنسطرو عاد رانا الروفير ديالنا شحال بغينا نديرو فيه، هذا صغير غنديرو ليه ستة سنتيم، ستة سنتيم وراه بزاف كاع، هادي ستة، درنا ليه خمسة ونص، ونلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة ونطلعو بيها الفوق بمسطرة مائلة دايرة، هنا المسطرة عندي أنا راه دايرة شيئا ما. هاد الملتقى هذا كندخل هنايا بسنتيم ولا نص سنتيم، وكنطلع هنا هنا طلعنا بربعة ونص، هذا صغير ما عندوش شي قاعدة اللي غادي تعطيني هاد الحساب، هذا طلعنا بخمسة وكنطرسيها هكا، هانتوما الضوبة ديالي كروازي هي كملات، غادي ندير ليها سنتيم بالخياطة، نتمنى كلشي يفهم، ياكم.
هاد القطعة ديال الكل ما كنقطعوهاش هكا مقنتها، كنجيبوها دايرة باش كتجي في التركيب ديال الكل سهلة شي شمة، كنجيبوها دايرة. هنا جيب البانسة على حسب اللي بغا يدير، البانسة بانسة، إما كنقسم هذا في الوسط وهاد الصغير هذا اللي برا ما كنديرلوش البانسة. بوش بواترين هنا الوسط غندير له مثلا 6 سنتيم ولا 7، 3.5 من لهي و 3.5 من هنا، 7، وكنهبط سنتيم هنا، وهنا كنطلع سنتيم، وكنطراسي الجيب ديالي مائل. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو دعمونا غير بلايك. هاي الطوبة ديالي كملات، هانتوما هاي الطوبة ديالي كرواسي، وهادي كور اوفيسي. الخلاف كاين هنا ان هاد الطوبة هنايا هادي الكارور هربات لهاد الجهة، لان ما هضرناش عليها بعدا على هاد جوج سنتيم هادي. الا ما كانتش هاد جوج سنتيم هادي قطعنا من هنا، فاش ملي كتركب الكول ديالك وكيتطوى، الا ما قطعناش هنا كيولي التطوى صغير ناقص على القياس ديالو، ولكن الا قطعتي هاد القطعه هو كيتطوى بلاصتو، كيتطوى بلاصتو هنا. هذا غادي نديرو فيه، راه طراسيتو بعدا بحال هدا، غير حيت درت هنايا الزر على حسب بطونة وحدة ولا جوج بطونات، عاد تفكرت بأنني بغيت نخدم الكروازي. نفتحها على حسب اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما درنا في حسابها. انا كتعجبني الفتحه، اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هادي دابا جوج باترونات في باترون واحد، قياس واحد، هذا مع هذا، ويدار مع عاوتاني الاخر اللي فيه الروفير عادي. ها هو باترون، هذا هو اللي كيتسمى باترون كامل.
فيه الموديلات ديال الفيستان ثلاثة، ولا خرج لك ثلاثة د الموديلات كروازي وهادي كل اوفيسي مع هادي، هادي كروازي وكل اوفيسي والاخرى برو غير عادي. السلام عليكم، كنتمنى الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك والله يسهل عليكم كامل ويسهل على كل واحد. الفيديو القادم ان شاء الله مورا هذا غادي نديرو روفير عادي، لا تنسوا الاعجاب الا ما طولناش فيه غادي نقطعوا الكوال ديال هادو الثلاثه مع الفيديو اللي غيتبعوا ان شاء الله نديرو الموش ديالنا. السلام عليكم.